في مدينه غاليمات، الانطلاقه تكون من غاليمات ناحيه اتجاه مزاورو ثم مولاي سنيسن والعوده الى مزاورو والنهايه خط الوصول في غاليمات على بعد يعني 50 كيلومتر. قادمنا من وهران بهدف المشاركه في السباق الجهوي المقيم ببلعباس، وذلك بهدف نشر التوعيه للدراجه وان شاء الله نشارك ونديروا ان شاء الله حق المراتب الاولى. حضرنا هذه المسابقه في ظرف شهر، وتكون عده مشاركات من عين تموشنت تلمسان وهران، ومسافه على ما اظن اليوم 50 كيلومتر.